يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصديق ما يرد من الأرصاد والأحوال الجوية وعن المناخ هل هذا قادح في العقيدة؟ اللي يجزم يقدح في العقيدة، أما اللي يتوقع هم يتوقعون، ما يقولون ما يجزمون بهذا، يقول يتوقع أن يحصل كذا بعلامات في الجو يعرفونها ومقاييس يعرفونها في الآلات والرصد، هذه توقعات ما. وعدم إعلانها أحسن، ما في شك، ما يشوش على الناس، لكن عادي إذا أعلنوها ما نقول إن هذا يقدح في العقيدة لأنهم ما جزموا بهذا. نعم.